فاذا استاذ جوني رح نرجع نتابع كل هدول المواضيع، ولكن بنتوقف هلا مع اتصال مع سعاده النايب الاستاذ ابراهيم كنعان. مساء الخير استاذ ابراهيم. انا بهنيكي على هالنفسيه وبقلي شغله انه انت وحده فاسده، انت وحده انه مش بهالطريقه. اذا بتريد استاذ، مش معقول واحد يكون هيك. استاذ ابراهيم اذا بتريد، يعيب الشوم عليكي استاذ ابراهيم، معمول معروف. اذا بتريد بدك تحترم البرنامج لحتى نقدر نحترمك. انت وحده صوتك لما احكي، انت وحده بلا. اذا بتريد ما حدا بيقول لي وقت صوتك. انا ما حدا بيقول لي لا انت ولا اكبر منك بيقول لي وقت صوتي. معمول معروف بكل موضوعيه عم نحكي. انت بتحكي ولا كلمه انه ما خصك. اسكتي انت، ما تقول هيك. اذا بتريد احترم حالك استاذ. انا بعرف اخبارك، بعرف وين كنتي. نعم. بأي مكتب؟ ايه وجايتيني هلا عم تعملي حالك. معمول معروف استاذ ابراهيم. انت بتريد عيب يا استاذ ابراهيم، عيب هالحديث. اذا بتريد انت كمان. انت اسكتي. معمول معروف بدك تحترم حالك لنقدر نحترمك. انا هيك ما فيني كفي البرنامج. فشلت ليكي تركي بيتي. اشمعنى بقى؟ اشمعنى من شعاراتكم؟ خلصونا بقى. مش ناطر وحدة مثلك استاذ ابراهيم بهالطريقة. فشرتي ليكي ليكي استاذ ابراهيم، عيب انت. معمول معروف انت ما تتدخل. انا يا عيب الشوم عليك، يا عيب الشوم عليك انت استاذ. انت بتجي عمول معروف. انا بعرف من اي مكتب كنت. هيدا لعيب عمول معروف. احترم اذا بتريد احترم. هيدا اللي فكرك فيه. خليني احترمك يا استاذ ابراهيم. انت ممثل للشعب اللبناني. خلي في مجال تسكت انت كمان. هيك في شغله بدي لك يا استاذ ابراهيم. اذا بتريد اسمعيني. نحن هيدا البرنامج بدل لي هيك. اسمعيني. احترمني. اسمعيني. احترمني لاحترمك. اسمعيني. انا بحكي. مين فكر حالك؟ هيك في شغله. ولا شو؟ طلع في انت وحده انت فاسده. عمول معروف احترمني. انت الفاسده. احترمني لانه هذا البرنامج العالم كله. انا مش مطلوب منك لانك انت فاسده. انت وحده يا عيب الشوم. عيب يا استاذ ابراهيم. وحده الشفته. عيب يا استاذ ابراهيم. هذا الحديث مش لازم. على كل حال اذا عندك شيء تقوله بتروح تدفع علي دعوه. اسكت. بتروح على خداع حضرتك محامي. يا عيب الشوم. لا لا اسمعيني. يا عيب الشوم عليك. طلع من وجهي. ما بسمعك. فلي من وجهي. عندك شيء تقوله تروح خبي غير شيء ثاني. بلا حرق فلي من وجهي. يا عيب الشوم. عندي مقابلة على الهواء. لا معي استفادة. عيب يا استاذ ابراهيم. يا عيب الشوم. هذا نحن على الهواء صرنا سوري. على كل حال اذا عندك شيء تقوله روح فيك ترفع دعوة يا استاذ. مرحبا. بس هيدا برنامج بعتقد محترم. استاذ غادة لحظة مرحبا. هلا عم تحكي معي. انا كنت هلا عم بحكي معك. هلا نحن على الهواء. الو استاذ غادة. صرنا جاهزين نطلع على الهواء لانه كنت على الان مع هون الخادمه عندي بالبيت. كنت انا وياها عم نتشارع. سوري انه نعم استاذ ابراهيم. ما عم تحكي معي كنت؟ لا كنت عم بحكي مع الخادمه عنا. جيت من المكتب باعتها من عند واحد ثاني عم باجر عم تشتغل عند غير واحد. ايه وهذا بيلعب قمار. طلع صاحب المكتب. أه. كنت على الان بيلعب قمار يعني بيعرفوا. لا هي الفساد خلص شو بدنا فيها لانه عصبت يعني بيعرفوا روق شوي. هلا ما كان معنا على الهواء عم بيقول يلا تفضل. انا جاهز نطلع على الهواء. شو بتحبي تساليني؟ يعني حضرتك كل هالكلام ما كنت عم توجهه لإلي؟ لا ابدا ست غادة. انا كنت على الان مع الخادمه عندي هون بوجي بالبيت. انا هلا عم بحكي معك لك بالاوت عم بحكي معك. لا ايه تفضل شو بدك تساليني؟ بس قال عم بيلعب قمار يعني بيعرف. يا خي خلصنا بقى من هالموضوع. عم بقول لك كان عم بيحكي مع السلنكيه تبعيته. شو المقابله هلا على الهواء؟ شو بدك تساليني؟ تفضل استاذ. تفضل استاذ ابراهيم. انا بس كان اتصالي بس لك انه بهنيك على هالبرنامج. شكرا. ايه وهذا البرنامج انا دائما بحضره وبتابعه. يعطيك الف عافيه. بس هيك بس انا شكرا شوي. الله يعطيك. شكرا لك. فاذا مشاهدينا كنا مع سعاده النايب ابراهيم كنعان. رح نتوقف للحظات صغيره مع الآلين وبنرجع منتابع حديثنا من هيدا البرنامج. طوني كباية مي. على فكرة هو يحكي ومسم. بعدك عم تحكي؟